السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة الشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هشرح لك ماكس اكس. ماكس اكس او ماكس عموما، نجيب ماكس عموما. ماكس عموما بتجيب اعلى قيمة في العمود. ماكس اكس ممكن تعمل فيها اكتر من كونديشن او اكتر من شرط. تعال نشوف ايه اللي هيحصل وتعالى اشرح لك ايه القصة. لما نيجي نخش في التيبل فيو اللي احنا بنشوف التيبل من جوه ده، فانا بقول له مثلا ايه، انا عايز مثلا اعلى يونت برايس او اعلى ماكس في السعر ده، اعلى سعر هنا. فاجي هنا كده اروح قايل هنا ايه، نيو ميجر. لازم نستدعي لغه الداكس عن طريق نيو ميجر او كولوم او تيبل، وبعد كده نعمل مثلا كده ايه اعلى قيمه مثلا اللي هو ماكس يونت برايس او هايست يونت برايس، هاي برايس قصدي، هاي برايس. وهنيجي نعمل هنا ماكس اي، وهنقول له ايه الهاي برايس ده فين. هنقول له الهاي برايس في اليونت برايس في الاوردرز، هيبقى اوردرز. وبعد كده هنلاقي في حاجه اسمها يونت برايس، ونقفل القوس وندوس انتر. هتلاقي الميجر ده اسمه بقى هاي برايس، ظهر هنا ميجر كده جديد اسمه هاي برايس. هنعمله ازاي؟ هنيجي هنا كده في الكارد عشان يظهر نشوف النتيجه بتاعته ايه. هنعمل هنا كده، قال لي ان الهاي برايس عباره عن تعالى كده نخليها تبقى واضحه اكتر في الداتا ليبل. قال لي هتكون 6000 وشويه. طب تعالى نشوفها هنا كده، نعمل هنا سورت او سورت ديسندنج من اعلى لاصغر اهو 6783، وهنا 6783. ده كده زي الفل قوي. يبقى كده دي اعلى نسبه في او اعلى قصدي سعر بيع في الجدول ده. طب انا دلوقتي عايز بقى ايه اعمل ايه؟ انا عايز اقول اضرب لي بقى ده في ده، وبعد كده هات لي الماكس بتاعهم او اعلى سعر منه. تعالى بس نعمل كلير سورت في دي. عشان تضرب لي ده في ده فهنعمل ايه؟ كالكوليتد كولوم، اللي هو نيجي نعمل هنا كده تيبل تولز، هنعمل هنا كولوم. ركز كده في اللي انا هعمله دلوقتي. هنضرب الكوانتيتي في اليونت برايس اهو. مثلا ايه، يبقى ده مثلا نكتبه توتال سيلز، توتال سيلز. وهنكتب ايه كوانتيتي اهو في علامه الشيفت 8 اليونت برايس، اليونت برايس اهو، وندوس انتر. بص هنا ضرب لي ده في ده وده في ده وده في ده. طب انا عايز اجيب التوتال بتاع التوتال سيلز ده. تعالى كده نشوفه هنا كده، تعالى نمسح دي كده معلش، ونحط نعمل كده التوتال سيلز، نحطها مكان دي، يعني نحط نشيل البرايس ده كده ونحط التوتال سيلز مكان اهو. طلع لي كام؟ طلع لي 1,984,000. طب تمام، تعالى بقى نجرب بقى ماكس اكس. احنا عملنا ايه؟ كالكوليتد كولوم عشان نضرب ده في ده وده في ده، وبعد كده نطلع التوتال بتاع ده. استنى كده بقى، تعالى انا عايز اجيب التوتال بتاع ده. التوتال بتاع ده ممكن نجيب الماكسيمم، الماكسيمم بيبقى 50,000. لو انت اخترت هنا في الفيلد هتلاقي دي حاجه اسمها ويل وفيلد، هتلاقي 50,000. طب لو انا بقى عايز بقى اجيبها لك بقى ماكس اكس على طول، نعمل نيو ميجر، نيجي نكتبها هنا، نكتبها هنا ماكس اكس عشان تبقى عارف المعادله ماكس اكس اهي، ونعمل هنا ماكس اكس اهي، ونقول له ايه الماكس اكس. انا عايز التيبل بتاعك اسمه ايه، امشي ورا دي، التيبل بتاعك اسمه ايه، اوردرز، اوردرز اهو. بعد كده الاكسبريشن هقول له انا عايز الاوردرز الاوردر اليونت برايس في الكوانتيتي، يونت برايس في الكوانتيتي اهو. وبعد كده نقفل القوس وندوس انتر، او الميجر اهو اسمه هيبقى بيتسمى دلوقتي ماكس اكس. لما اجي دلوقتي احطه كده في هيئه كارد واعملها كده، طلع لي نفس الحسبه بالظبط اهو، طلع لي نفس الحسبه. فماكس اكس بتغنيك عن الكالكوليتد تيبل، بدل ما تعمل انت تيبل، قصدي كالكوليتد كولوم، بدل ما تعمل كولوم وتقعد تضرب ده في ده وده في ده ويطلع لك الناتج وبعد كده تروح عامله ماكس عليه، لا انت بتعمل ماكس اكس تروح مطلع لك على طول الناتج. فالناتج ده، فطبعا ده بيبقى اسرع واحسن بدل الكالكوليتد كولوم، بدل ما تقعد تحسب في الكالكوليتد كولوم. ولو طبعا داتا كبيره جدا هتلاقيها تقلد في موضوع الريفرش ولا حاجه، فمن الافضل انك تعملها في ماكس اكس. وطبعا ده يشمل سم اكس وكاونت اكس وحاجات كتير قوي اللي اخرها اكس في الاخر. بس كده، شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.